طالع من حلب على طريق؟ نعم، على طريق خناصر وطريق سوريا وكله تمام والحمد لله. الإخبارية السورية ترصد الواقع على طريق خناصر حلب. موسكو تتحدث عن إرجاء محادثات جنيف حول سوريا إلى نهاية شباط القادم. وزير الخارجية البريطاني يقر بأن سياسة بلاده تجاه سوريا كانت خاطئة. نحييكم من دمشق في هذه الساعة الإخبارية. رصدت الإخبارية السورية الواقعة من طريق خناصر حلب، حيث ادعت بعض القنوات الشريكة في سفك الدم السوري أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على الطريق المذكور. مراسل الإخبارية السورية وليد هناي وهذه المتابعة. متابعي الإخبارية السورية، هي جولة لشاشة الإخبارية السورية هنا على الطريق الواصل من شريان مدينة حلب منطقة الراموسة باتجاه منطقة السفيرة، هذه المنطقة التي نسير باتجاهها الآن، ومن ثم طريق خناصر. طبعا صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات والتنسيقيات المشاركة بسفك الدم السوري كانت قد تحدثت بأن المسلحين كانوا قد وصلوا إلى بلدة خناصر وقاموا باقتحامات وسيطروا على عدد قرى. واليوم شاشة الإخبارية السورية هي تسير على هذا الطريق لتعري كل ما تتحدث فيه تلك القنوات، قنوات المشاركة بسفك الدم السوري. الآن نحن بجولتنا سوف ننتقل لنضع المواطن الحلبي بواقع الطريق وأنه آمن 100%، ولنجري اللقاءات أيضا مع المسافرين لنطمئن بشكل أكبر بالصوت والصورة عبر شاشة الإخبارية السورية لكل المواطنين بأن طريق خناصر وبلدة خناصر آمنة والجيش العربي السوري هو متواجد على هذا الطريق. وين طالعين؟ عشام والله. عشام؟ طيب عم بيقولوا المسلحين انه طريق خناصر مقطوع، شلون طالع؟ انا اسمي زكريا صابوني وطالع ضحية الاسد بالشام، والامور الحمد لله بخير، هي زوجتي وامي كلها معي واطفالي كمان. يلا معنا والله يحمي الجيش ويحميكم يا عمي. طالعين على جامعة القلمون. باتجاه القلمون يعني؟ باتجاه القلمون دمشق. نعم. وطالع من حلب على طريق؟ نعم، على طريق خناصر وطريق سوريا كله تمام والحمد لله. جاي من طريق خناصر. كيف الطريق؟ الطريق تمام، ما في أي شيء، طريق مفتوح آمن بهمة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. معناتها مو مقطوع مثل ما عبدالله؟ لا ما في مقطوع، والطريق شغال بالذهاب والإياب. الله، جاي من بيروت. من بيروت. منين جيتوا؟ على أنه طريق اليوم؟ عن طريق حمص عبودي خناصر أسرية ونحن جايين. عم بيقولوا المسلحين انه نقطع الطريق خناصر. لا ما في اي شيء الحمد لله، الله يحمي الجيش ويقويهم يا رب. نحن مجموعات حامية طريق خناصر حلب، مثل ما انك شايف اشاعات كاذبة، طريق امن، المدنيين رايح جاي. نحن بنوجه رسالة لكل اهالي حلب ولكل اهالي حمص تجي تزور حلب، حلب الشهبة، والطريق امن وكلها اشاعات مغرضة. لطالما قواتنا المسلحة منتشرة على طول الطريق وحاميته، لن تنال الفصائل الإرهابية المسلحة من أي تقدم باتجاه هذا الطريق الذي يعد شريان مدينة حلب. وليد هناي، الإخبارية السورية، من طريق خناصر إثريا باتجاه حلب وباتجاه باقي المحافظات الأخرى. وفي ريف حمص الشرقي تحقق وحدات الجيش العربي السوري تقدما في محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي. نتابع هذه المشاهد من عمليات الجيش ضد الإرهابيين. Thank you.
وفي ريف السويداء قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على أكثر من 10 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في رميات دقيقة على تجمع لهم في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء. مصدر عسكري أفاد بأن وحدة من الجيش نفذت رميات نارية على تجمع لإرهابي داعش شرق قرية الرشيدة أدت إلى القضاء على أكثر من 10 منهم وإصابة آخرين وتدمير عدد من الصهاريج. أكد مركز حميميم استمراره في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب وتطهيرها من المتفجرات. المركز أوضح أنه أجرى 8 حملات إنسانية في سوريا أثناء الساعات 24 الماضية، حيث تم في إطارها إيصال حوالي 5000 طن من المساعدات الإنسانية لأكثر من 4000 شخص، مضيفا أن عسكريين روس يواصلون عمليات تطهير الشوارع في شرق حلب ومنازلها ومنشآتها العامة من الألغام والعبوات الناسفة. تستمر وزارة الموارد المائية في إيجاد الحلول لتأمين مياه الشرب للمواطنين في دمشق بعد استمرار المجموعات الإرهابية بقطعها عن المدينة وريفها منذ شهر وأسبوع. وتقوم المضخات التابعة للوزارة بضخ مياه الشرب من المخازن الاحتياطية لها. في ظل الجهود الرامية لوزارة الموارد المائية لتأمين مياه الشرب بعد أن قامت يد الإرهاب بقطعها عن 7 ملايين مواطن سوري، تستمر الوزارة في إيجاد الحلول لتبقي المياه متاحة للجميع، حيث تستمر المضخات التابعة للوزارة بضخ مياه الشرب للمواطنين من المخازن الاحتياطية لها. قامت الوزارة بتذليل كافة الصعوبات من خلال تأمين مضخات خلال فترة قياسية بأيام، خلال أقل من أيام معدودة، أقل من أصابع اليد، يعني خلال أقل من 5 أيام قامت توفير فورا تأمين مضخات باستعطاء غزارات عالية كمحطة رفع وتأمين المواد كتجهيزات تركيب، كما تم التنسيق مع مؤسسة عمل الكهرباء بإشراف السيد الوزير شخصيا مع مدير مؤسسة الكهرباء، إجا أكثر من مرة لهون وأخذ من أجل تزويد المحطة، كانت تتزود، ما كان فيها محطة ضخ، محطة توزيع، ما كان فيها مراكز تحويل، قامت مؤسسة الكهرباء مشكورة بتأمين محطات مراكز تحويل بالسرعة القياسية، كما تأمنت تثبيت تزويد الكهرباء خلال كامل الفترة، يعني ما أطعنا 24 على 24 ساعة، كما تم تأمين رفع التوتر. نحن موجودين حاليا بالخزان الغربي، هو المحطة أو الخزان الرئيسي لتوزيع المياه لكل مدينة دمشق، هو المكون الأساسي من ضمن خطة الطوارئ اللي المؤسسة بلشت تشتغل عليها نتيجة انقطاع المصادر المياه الرئيسية من نبع الفيجة ونبع بردة. حجم الخزان محدود 40,000 متر مكعب. تم تجهيز الخزان ليكون الدعم الأساسي بخطة الطوارئ من حوالي شهرين. تم تركيب محطة ضخ بمضختين بقدرة 1200 متر مكعب الساعة. نتيجة الانتقال لخط الطوارئ من نهاية الشهر الماضي بلشنا نجمع كل المصادر المائية بالخزان ونعيد توزيعها على المدينة. المحطة هون وظيفتها الأساسية توزع المياه المجمعة لكل قطاعات المدينة. المحطة هي يلي هي بتتحكم ببقية الخزانات يلي هي عبارة عن 6 خزانات بالمنطقة، بيوفد لها تقريبا بحدود 28 ل 26 28 ألف متر مكعب يوميا. وهالمحطة الرئيسية مناوبين فيها بالإضافة للمحطات الرئيسية الثانية والفرعية على مدار 24 ساعة، طاقم ميكانيكي، طاقم بيستقبل المكالمات والشكاوي من المواطنين، وفي عنا ورشات فنية كمان مناوبة على مدار 24 ساعة لتتابع هالمواضيع هاي. كما قامت الوزارة بوضع خطط لحفر الأبار على عمق 400 متر في جبل قاسيون، حيث تم حفر 27 من أصل 40 بئر. هناك عدد حوالي 40 بئر حاليا يتم تنفيذ والمباشرة ب 26 بئر منها، وصلت الأعماق إلى أعماق تتجاوز 200 متر،
وهناك بعض الآبار وصلت أعماقها إلى 300 متر. طبعا الحامل المائي المراد حفر الآبار عليه هو عبارة عن حامل الثاني الحامل الكريتاسي، تتراوح الأعماق 400 متر والغزارات المتوقعة تصل ما بين 40 إلى 50 متر مكعب بالساعة لتأمين احتياجات مدينة دمشق لسد العجز الحاصل بمياه الشرب من خلال حفر هذه الآبار. حلول بديلة في خطة الطوارئ التي اتخذتها الوزارة لتأمين المياه إلى مدينة دمشق وريفها بعد قطع المياه عنها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في عمل اعتبره المجتمع الدولي جريمة حرب. من جانب آخر، ارتفعت حدة الخلافات بين تنظيمي فتح الشام وأحرار الشام الإرهابيين في محاولة من طرفي النزاع لتوسيع مناطق السيطرة وتقوية النفوذ. مراسل الإخبارية في إدلب حسام الشب والتفاصيل. لم تتوقف أصوات الرصاص في محافظة إدلب في ظل ارتفاع حدة الخلافات بين تنظيمي فتح الشام وأحرار الشام الإرهابيين في محاولة من طرفي النزاع لتوسيع مناطق السيطرة وتقوية النفوذ. المنظمات الإرهابية والمجموعات الإرهابية التي ظهرت في سوريا منذ 6 سنوات، هذه المجموعات لا تملك مشروع وطني، وبالتالي من الطبيعي أن يعني تتخاصم ومن الطبيعي أن تتقاتل، لأنها قامت جميعها على مشاريع خاصة لزعمائها القادة هذه المجموعات أو للدول المشغلة لهذه العصابات. تنظيم فتح الشام الإرهابي تمكن من السيطرة على العديد من القرى والبلدات الخاضعة لحركة أحرار الشام الإرهابية والمجموعات المنضوية تحت لوائها، إضافة لسيطرته على مستودعات أسلحة وذخائر وأسر العديد من المقاتلين. يجب أن نتوقع أن هناك صراع كبير سيكون بين هذه المجموعات، واليوم يترجم ذلك على الساحة في إدلب بشكل خاص، لأن محافظة إدلب للأسف تضم العديد من هذه المجموعات وخاصة تلك التي خرجت من حلب مدحورة من قبل الجيش العربي السوري. هذه الدول عندما رأت نفسها أنها بالترتيب السابق أو بالتنظيم السابق الذي كانت تقوم به من أعمال إرهابية ومن زج هذه القوى في كافة المحافظات، يمكن أن تفكر بفرز جديد لهذه المنظمات. كما تمكن تنظيم فتح الشام الإرهابي وبعد اشتباكات عنيفة من السيطرة على كامل قرية الحلزون قرب سرمدة والاستيلاء على كامل الأسلحة والآليات ومستودعات الذخائر فيها التابعة لجيش المجاهدين الإرهابي. وأفادت مصادر محلية عن ارتقاء أكثر من 10 مدنيين بينهم 4 أطفال وعشرات الجرحى خلال 48 ساعة من الاقتتال في ريف إدلب برصاص الفصائل الإرهابية وقذائف الهاون. نحن قاعدين هون دباباتكم ومدافعكم، مين ما كنتم، كنتوا جبهة، كنتوا نصرة، كنتوا فادية، كنتوا عايدة، ما نخافين. سجن إدلب المركزي أيضا غدا تحت سيطرة تنظيم فتح الشام الإرهابي بعد اشتباكات عنيفة مع فصيل صقور الشام الإرهابي في محيطه، الأمر الذي دفع القائد العام لحركة أحرار الشام الإرهابية لإعلان النفير العام لوقف الاقتتال بالقوة بعد رفض تنظيم فتح الشام الإرهابي كل المبادرات لوقف هجماتها على الفصائل. تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية على صعيد الجماعات الإرهابية التي تتجه إلى فرز جديد لن يكون مختلفاً عن سابقه سوى بالأسماء. حسام الشاب، الإخبارية السورية. ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن القومي الروسي نتائج اجتماع أستنا وآفاق جهود التسوية السياسية للأزمة في سوريا، وأعلنت موسكو تأجيل محادثات جنيف من 8 شباط القادم إلى نهايته. الإعلان الروسي عن تأجيل محادثات جنيف ربما يشير في أحد وجوهه إلى الإرادة في إنجاح المحادثات، وهذا يقتضي تهيئة مزيد من الظروف والمواقف للوصول إلى تلك النتيجة، وهو ما اقتضى على ما يبدو إرجاء الموعد ريثما يتم تعميق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أستنا الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه محطة مهمة على طريق تسوية الأزمة في سوريا.
الوزير الروسي حدد نهاية الشهر المقبل موعدا للمحادثات التي كان مقررا لها أن تبدأ في 8 من شباط القادم. يأتي ذلك بعد أيام على اجتماع أستانا الذي كان مثمرا في الأهداف التي عقد من أجلها، وخاصة لجهة ما يتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية وضرورة مواجهة الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة. لكن روسيا وعلى لسان الناطقة باسم خارجيتها ماريا زخاروفا أعلنت أنه يجب القضاء على المسلحين الذين لم ينضموا إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، ما يعني أن اجتماع أستانا سيشكل أساساً لفصل المجموعات التي لن تمضي في المسار السياسي. وكانت موسكو رأت أن نتائج اجتماع أستانا ستسهم في التقدم بالعملية السياسية لتسوية الأزمة في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. عدد من المحادثات شهدتها جنيف توقفت آخر جولاتها في نيسان الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر، إذ بقي التدخل الخارجي وفرض شكل الحوار ومضمونه مهيمنا على الوفود التي كانت تحاور وفد الجمهورية العربية السورية. أكدت يارا شريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن اجتماع أستانا شكل إنجازا كبيرا في سياق جهود تسوية الأزمة في سوريا. شريف قالت إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الآلية الثلاثية التي تضم روسيا وإيران وتركيا الخاصة بمراقبة اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، مضيفة أن الاتفاق يمثل أساسا للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة هناك. وفي لندن، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في جلسة أمام مجلس اللوردات البريطاني يعترف بأن سياسة بلاده تجاه سوريا كانت خاطئة. بريطانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعترف بخطأ سياساتها بحق سوريا، وعلى لسان أبرز مسؤوليها تشددا تجاه قضايا المنطقة. بوريس جونسون الذي أقر بضرورة إعادة النظر في هذه السياسة من خلال التحالف مع روسيا ومراجعة موقفها تجاه الرئيس بشار الأسد. علي أن أكون واقعيا لجهة أن الوضع تبدل في سوريا، وقد يكون علينا أن نعيد النظر في كيفية تعاملنا مع الأزمة في سوريا. جونسون أمام مجلس اللوردات أعلن فشل بلاده بإسقاط الدولة السورية وإمكانية تراجعها عن مواقفها السابقة. كنا نطالب من دون كلل بتنحي الرئيس الأسد من دون أن نتمكن من تحقيق ذلك. إن إجراء انتخابات جديدة في سوريا بمشاركة الرئيس الأسد ستكون طريقة جديدة لإحراز التقدم. وزير الخارجية البريطاني الذي سبق له التحريض مرارا على الاستمرار في سفك الدم السوري عاد ودعا إلى التفاهم مع روسيا حول مكافحة منسقة لتنظيم داعش في سوريا. إن التوصل إلى اتفاق مع الروس لمهاجمة داعش وشطبه من الخارطة كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يكون حلا. لهجة بريطانية جديدة، لكن الأهم سيكون مدى جديتها واستعدادها لتطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن البريطانيين لطالما رفضوا تشكيل جبهة دولية واحدة ضد الإرهاب تعمل وفق قواعد القانون الدولي. حالها في ذلك حال الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على الإرهاب كورقة بيدها تستخدمها متى تشاء. ساعتنا هذه مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. نلتقي بعد الفاصل.
يحميهم وإن شاء الله ينصر مع أعدائهم والله يقويهم. نحيي أبطال من الجيش العربي السوري في دير الزور. الله يحمي الجيش العربي السوري. إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية واحتمال انتشار المجاعة في اليمن. قوات الأمن المغربي تحبط عملية إرهابية كبيرة وتفكك خلية مكونة من 7 إرهابيين. مجددا سلام الله عليكم. أصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين بالضفة الغربية. مصادر أمنية وطبية ذكرت أن 1 الشبان أصيب بطلق معدني في الصدر، فيما تم الاعتداء على آخرين بالضرب واندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت أيضا 15 شابا على الأقل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتدت بالضرب على عدد منهم. حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تشهد تفاقما، وقد تواجه البلاد مجاعة العام الحالي. نساء وأطفال باتوا يأكلون من النفايات والقمامة، وطفل آخر يشرب عصيرا منتهي الصلاحية التقطه من مكب للنفاية أيضا. هذه ليست قصة درامية أو مشهدا تمثيلي، إنها اليمن، أرض المعاناة والحرب. ففي ظل استمرار النظام السعودي بعدوانه على المدنيين العزل، يزداد الوضع الإنساني سوءا منذ أكثر من 2 عامين. وقد حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تشهد تفاقما، وقد تواجه البلاد مجاعة في العام الحالي. النزاع في اليمن هو الآن المحرك الرئيسي لأكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي في العالم، وإن لم تتخذ الإجراءات الفورية فإن المجاعة ستكون سيناريو محتمل لعام 2017. وأشار أوبراين إلى أن هناك ما يقارب 80% من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات غذائية، نصفهم يعيشون انعداما شديدا من الأمن الغذائي، وأن 2 مليون شخص على الأقل في حاجة إلى مساعدة غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة، وأن طفلا لا يتجاوز 10 يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها. العدوان السعودي لا يزال مستمرا ضد المدنيين، ويرتكب المجازر التي ترقى إلى جرائم الحرب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي برمته، والذي تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير لنحو 26 مليون يمني، وحرم أكثر من 1/3 السكان من الحصول على العناية الطبية اللازمة، إضافة لتدمير البنى التحتية لليمن. أحبطت قوات الأمن المغربي عملية إرهابية كبيرة كانت تستهدف أمن المملكة، ووزارة الداخلية المغربية قالت إنه في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم داعش الإرهابي، أسفر عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 عناصر ينشطون في مدن الجديدة وسلة
والكارة وبالجماعة القروية بولعوان ودوار معطلة. واشنطن قد تصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وتخضعها للعقوبات الأمريكية. تبحث الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. نقاش جار في أروقة البيت الأبيض عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعلان جماعة الإخوان المسلمين كإرهابيين وإخضاعهم للعقوبات الأمريكية بحسب مصادر مقربة من الرئيس ترامب. وتقول هذه المصادر إن فصيلاً يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمتي وزارتي الخارجية والأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية. كما أكد مستشار لترامب رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع أن الأمر يخضع للنقاش وأنه يؤيد ذلك. وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة. ويقول مسؤولون وأشخاص مقربون من فريق ترامب إن جماعة الإخوان المسلمين تطورت بشكل كبير وخفي في بعض الدول، ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أمريكي لتصنيف الإخوان بالكامل كمنظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع النظام التركي وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة فيما يسمى الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، حيث يتولى السلطة في تركيا حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية والذي يهيمن على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أما جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهي أقدم حركة إسلامية في البلاد فقد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في عام 2013. وتتابعون في هذه الساعة لكن بعد الفاصل. نظام أردوغان يواصل استغلال ملف المهاجرين ويهدد بإلغاء اتفاق حول الهجرة مع أوروبا. نلقاكم بعد قليل.
نظام أردوغان يواصل استغلال ملف المهاجرين ويهدد بإلغاء اتفاق حول الهجرة مع أوروبا. هولندا يرى أن إدارة ترامب تشكل تحديا لأوروبا، وميركل تقول علينا مواجهة التحديات الجديدة. وموظفون هامون في الخارجية الأمريكية يقدمون استقالات جماعية لعدم رغبتهم بالعمل مع إدارة ترامب. أهلا بكم من جديد. جددت سلطات النظام التركي التهديد بإلغاء الاتفاق المبرم مع اليونان والاتحاد الأوروبي حول إعادة استقبال المهاجرين، وذلك بعد رفض أثينا تسليم 8 عسكريين أتراك فروا إلى اليونان تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب. بين التسول السياسي للمساعدات المالية الأوروبية وابتزاز قادة القارة العجوز، يبدل النظام التركي أدواره في علاقاته مع بروكسل فيما يخص ملف المهاجرين. أساليب برزت مرارا من خلال تصريحات الساسة الأتراك، والتي كان آخرها تهديد أطلقه وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أغلو لليونان بعدما رفضت تسليم 8 عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في شهر تموز الماضي، وذلك بموجب حكم قضائي صدر عن المحكمة اليونانية العليا. التهديد التركي الجديد لأثينا تمثل بالإعلان عن نية إلغاء اتفاق كانت توصلت إليه بروكسل مع أنقرة في شهر آذار الماضي، ينص على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان أو إلى حدود دول الاتحاد الأوروبي الخارجية إلى تركيا. محاولة الانقلاب التي تعرض لها نظام العدالة والتنمية واتخذ من التورط فيها ذريعة لفصل أكثر من 100,000 موظف واعتقال عشرات الآلاف، ما زال معارضو أردوغان يجدون فيها تمثيلية مكنت المستبد من تحقيق مبتغاه. الداعية التركي فولين أكد من جديد أن محاولة الانقلاب هذه مخطط لها من قبل أردوغان قبل سنوات طويلة، وانتظر الوقت المناسب لتنفيذها بهدف إقناع الرأي العام العالمي بتصفية معارضيه، موضحا أن حكومة النظام التركي أعدت مسبقا قائمة بأسماء المنتسبين لجماعته بهدف تصفيتهم. وتوسع سلطات نظام أردوغان نطاق حملات الاعتقال بحجة رفض التعديل الدستوري، حيث اعتقلت سلطات النظام التركي 42 من أعضاء الحزب الشيوعي التركي بذريعة قيامهم بحملة ضد التعديل الدستوري الذي يحاول أردوغان من خلاله تعزيز هيمنته على البلاد. وقال الحزب إن حملات الاعتقال التي قامت بها الشرطة شملت مدن أنقرة وتشناق، قلعة وأضنة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد تجري اليوم السبت، وذكرت وكالة سبوتنيك أن بيسكوف رد بالإيجاب على سؤال حول صحة الأنباء التي أوردتها قناة CNN الأمريكية، ومفادها أن المكالمة قد تجري السبت في 28 من الشهر الحالي. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر غير رسمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي إصدار مرسوم بإلغاء العقوبات عن روسيا، فيما يقول الكريملين إنه لا يعلم مدى صحة هذا النبأ. مزيد من التصريحات المثيرة للجدل وفي اتجاهات عدة يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبعد يوم على تصريحاته بشأن ضرورة فرض ما وصفه بالمناطق الآمنة في سوريا وهي ذريعة التدخل التي سبق لتركيا أن حاولت تمريرها مرارا، اليوم يصدر إعلانا دون أن يكون رسميا ويقول فيه إن إدارة البيت الأبيض الجديدة تعتزم رفع العقوبات عن روسيا. الخبر أعلنه باحث في مجلس التحليل الأطلسي نقلا عن مصادر، ولهذا يقول الكريملين
أنه لا يعلم مدى صحة النبأ. يأتي ذلك قبيل المكالمة الهاتفية التي أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنها ستجري بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يوم السبت. الكريملين أوضح أن بوتين يعتزم تبادل وجهات النظر مع ترامب بشأن العلاقات الثنائية. الأزمة في سوريا ملف أعلن ترامب فيه مواقف قبيل تسلمه مهامه رسميا، لكن تصريحاته بشأن المناطق العازلة كانت بمثابة تحديد للسياسة الأمريكية تجاه ما يجري في سوريا، والذريعة حماية الأشخاص الفارين من الإرهاب. ورغم أن الموقف الأمريكي مما يجري في سوريا ما زال على حاله، فتصريحات ترامب لم تقدم أي رؤية جدية حتى الآن، إلا أن الكثيرين يعولون على تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، ما سيسهم في تحديد كثير من القضايا. ذلك رغم أن أولويات ترامب لا تبدو مطمئنة حتى لجيران بلاده، وكان آخر الأزمات كالتي بدأت مع المكسيك بعد إصرار ترامب على بناء جدار فاصل على حدود بلاده معها. وزاد في التوتر أن ترامب يؤكد أنه سيطالب المكسيك أيضاً بدفع تكاليف ذلك الجدار. وفي برلين عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقهما من توجهات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وذهب هولاند إلى القول إنها تشكل تحدياً للاتحاد الأوروبي خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصاد. مع بداية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت الدول الأوروبية تتلمس حجم المخاطر التي يمكن أن تأتي بها الإدارة الأمريكية الجديدة على مصالحها، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، بعدما أعلن ترامب عزمه إعادة التفاوض حول مشروع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وخلال زيارة قام بها إلى ألمانيا التقى خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. اعتبر أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تشكل تحدياً للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد. لنكن صريحين، هناك تحديات تطرحها الإدارة الأمريكية بالنسبة إلى القواعد التجارية وأيضاً حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم. علينا بالطبع التحاور مع دونالد ترامب بما أن الشعب الأمريكي اختاره رئيسا، لكن علينا القيام بذلك أيضا بقناعة أوروبية والترويج لمصالحنا وقيمنا. المستشارة الألمانية أعربت بدورها بشكل ضمني عن قلقها من التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة. نلاحظ أن الإطار العام الذي نعيش فيه والعالم يتغير بسرعة وبشكل جذري، وعلينا النهوض لمواجهة هذه التحديات الجديدة، وأن الأمر يتعلق بالدفاع عن مجتمع حر وعن التبادل الحر في آن واحد. قلق الدول الأوروبية له ما يبرره، خاصة بعدما ترجم ترامب وعوده الانتخابية على أرض الواقع، ومنها سحب الولايات المتحدة من معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي، إضافة إلى عزمه إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية. لا تزال قضية الجدار الذي تنوي إدارة ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك تتوالى فصولا مع إعلان رئيس المكسيك إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ما إن اعتلى دونالد ترامب كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة حتى بدأ باتخاذ قرارات يعتبرها أولى الخطوات لجعل بلده عظيمة مجددا كما أعلن يوم تنصيبه، إلا أن بعض هذه القرارات إنما يقوم بزيادة التوتر بين أمريكا والبلدان الأخرى وخاصة المكسيك، وذلك بعدما وقع ترامب مرسوما يطلق بناء جدار لتأمين الحدود الجنوبية على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك. التوتر بين البلدين أدى لإلغاء الرئيس المكسيكي زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة حسب ما جاء في تغريدة للرئيس بينا نيتو على تويتر. وكان ترامب الأربعاء قد وقع قرارا تنفيذيا ببناء جدار على الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، لتو أن تدفع المكسيك كلفة البناء من بين شعارات حملته الانتخابية
قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن هذا الأمر في بيان رسمي. بناء هذا الجدار هو أكثر من وعد في الحملة الانتخابية، بل هو منطق سليم كخطوة أولى لتأمين حدودنا الجنوبية، وهذا سوف يحد من تدفق المخدرات والجرائم والهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة. فيما كان وزير الخارجية المكسيكي لويس فيداغاري أكثر حزما عندما أعلن أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على مسألة دفع ثمن الجدار الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده على حدود البلدين. تلقيت تعليمات من الرئيس بيانا نييتو بعدما قرأ تغريدة الرئيس الأمريكي. تلك التعليمات التي تفيد بأن أنقل رسالة إلى البيت الأبيض بأنه إذا كان الغرض من الاجتماع أن تقوم المكسيك بالدفع لبناء الجدار، فمن المستحيل بالنسبة لنا أن نقوم بذلك. توتر مع دول الجوار هو العنوان الأبرز لأول أسبوع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن الأسوأ قادم لا محالة. أكدت صحيفة واشنطن بوست اعتمادا على مصادر خاصة قيام موظفين هامين في الخارجية الأمريكية بتقديم استقالات جماعية، معللة ذلك بعدم رغبتهم في العمل مع الرئيس دونالد ترامب. ما إن دخل الرئيس الأمريكي الجديد ترامب البيت الأبيض حتى توالت عليه المصائب بالجملة، فهي لا تأتي فرادى من تظاهرات ومسيرات معارضة لتنصيبه رئيسا شملت عدة ولايات أمريكية وبعض عواصم العالم، إلى استقالات جماعية وبالجملة في وزارة الخارجية الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست واعتماداً على مصادرها الخاصة داخل الخارجية الأمريكية أكدت قيام موظفين مهمين في الخارجية بتقديم استقالات جماعية، معللة ذلك بعدم رغبتهم في العمل مع الرئيس الجديد. ووفقاً للصحيفة، فإن الاستقالات الأخيرة ستعقد بشكل ملحوظ عمل الوزير الجديد ريكس تيلرسون، سيما وأن هؤلاء الموظفين يعتمد عليهم بشكل كبير في الدبلوماسية الأمريكية، لكن المزاج العام بعد تولي ترامب جعلهم يفقدون شهيتهم للعمل. الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أكد لوسائل الإعلام أن إدارة باراك أوباما السابقة عرضت وبالتوافق مع إدارة ترامب أن يقدم جميع الموظفين الذين عينوا لاعتبارات سياسية استقالاتهم. وبما أن صحيفة واشنطن بوست كانت من أكثر الداعمين للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خصم ترامب اللدود على امتداد حملتها الانتخابية، فإن هذا الأمر دفع محللين للقول بأن الأمر مجرد حملة دعائية ضد ترامب بهدف تشتيت قواه وجعله غير قادر على إدارة البلاد بالشكل المطلوب. يبدو أن مهمة ترامب لن تكون سهلة في البيت الأبيض، سيما وأن خصومه لم يعترفوا بهزيمتهم أمامه في الانتخابات، ولكن السؤال كيف ستكون ردة فعل ترامب حيال هذه المصاعب؟ بهذا الخبر تنتهي الساعة الإخبارية، والآن إلى أبرز ما جاء فيها. طالع من حلب على طريق؟ نعم، على طريق خناصر وطريق سوريا وكله تمام والحمد لله. الإخبارية السورية ترصد الواقع على طريق خناصر حلب. موسكو تتحدث عن إرجاء محادثات جنيف حول سوريا إلى نهاية شباط القادم. وزير الخارجية البريطاني يقر بأن سياسة بلاده تجاه سوريا كانت خاطئة. إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية واحتمال انتشار المجاعة في اليمن. وقوات الأمن المغربي تحبط عملية إرهابية كبيرة وتفكك خلية مكونة من 7 إرهابيين. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.